هلا اميغوس، اهلا فيكم كلياتكم قناة ميرا. فيديو اليوم هو فيديو من سلسلة العودة للمدارس، واذا انت اول مرة بتحضرني فانا بلشت في القناة تقريبا من شهر اوغست سلسلة خاصة بالعودة للمدارس. رح تلاقي هون بلاي ليست كاملة كل الفيديوهات اللي صورتها قبل، احضرهم ورح يفيدوك كتير. ولا تنسى بليز تشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب بالاحمر وترفع الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. وفروق زي العادة خلينا نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايك. وهلا بدون ما بطول عليكم اكتر يلا نبلش بالفيديو. اول شيء قبل بيوم ما تبلشوا فيه المدرسة حضروا فيه تيابكم اللي راح تلبسوها بأول يوم لقلكم في الدراسة، وعلقوا بمكان ملحوظ عشان ما تلاقوا أي مشكلة الصبح لما تكونوا عم تجهزوا حالكم. تاني شيء قبل المدرسة بكم يوم بنصحكم انكم تراجعوا شوي عشان تسترجعوا معلومات السنة السابقة، لانه على الاغلب راح تكملوا عليها في السنة الجديدة، وهيك بتكونوا عم تخلوا مخكم فريش ومستعد لتقبل الاشياء الجديدة، وبنفس الوقت ما تلاقوا اي صعوبة انكم تستقبلوا هاي المعلومات. ثالث نقطة لازم تسووها انكم بتطلعوا على الدروس اللي راح تدرسوها والمواد وتاخذوا فكرة بسيطة عن السنة الدراسية الجديدة، وبهيك تتفادوا الصدمة بأول أسبوع دراسي وبتكونوا عارفين أنتوا أصلاً شو راح تدرسوا ويكون قلبكم مطمن أكتر. رابع نقطة، بل جهز أغراضك ونظمها، وإذا عندك تغليف كتب غلفها وجهز مكان دراستك بشكل يساعدك ويحفزك على الدراسة لهي السنة. خامسا اطلع على اسماء زملائك اللي رح يدرسوا معك وكون صداقات معهم بالفيس قبل ما تبلش المدرسة، عشان يا بيبي ما تلاقي حالك لأول يوم بالمدرسة وحدك. وعلى فكرة حكيت عن هذا الموضوع في فيديو لحاله، رح خليكم اللينك تبعه في الديسكريبشن بوكس كتير بيفيدكم. وسادسا يا بيبي، وهي اعتبروها بونيز من عندي، في الصيف كلنا بنصحى متأخر بس لما ترجع المدارس نضطر انه نصحى بكير، فلهيك عشان ما تاخذ هذيك الصدمة في اول يوم لإلك بالمدرسة بنصحك انك قبل باسبوع تجهز حالك وتعود نفسيتك وجسدك انه يصحى بكير على الاقل قبل بساعة من موعد المدرسة. وقريبا ان شاء الله بشارك معكم تحدي الاستيقاظ بكير على مدى اسبوع. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وصبركم علي شوي شوي، كل الفيديوهات اللي طلبتوها في هاي السلسلة رح تنزل، وكمان في لسه كتير فيديوهات تانية رح تعجبكم ان شاء الله، غطيت فيها عن الثانوية عن البكالوريا عن كل شيء انكم بدكم اياه. اذا وصلتوا لحد هون ولسه بتحضر الفيديو خبرونا تحت بالتعليقات شو اكتر شيء بالنسبة لإلك لازم تسويه قبل ما تبلش المدرسة. لا تنسوا انكم تتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي، رح خليكم كل اللينك تحت بالاسماء كلياتها هون. وهلا ديروا بالكم على حالكم احوالكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمون يا بيبي، سلاماتي هوا، بسلامة، باي.